من المتفق لفظا والمفترق نسبا في الأسر الخليجية لقب النعمة، وهو لقب يطلق على أكثر من الأسرة. ففي الكويت على سبيل المثال عندنا أسرة من أهل الحسا قلاليف يقال لهم النعمة، وهناك بيوت أخرى أيضا تحمل نفس هذا اللقب. وفي البحرين أيضا هناك أكثر من أسرة تحمل لقب النعمة، وفي قطر والإمارات أيضا. من أشهر الأسر الخليجية التي تحمل لقب النعمة أسرة ترجع في نسبها إلى قبيلة عنزة، وقد كانوا قديما يسكنون البصرة، ولهم العديد من الأخبار النادرة التي تدل على ثراء هذه الأسرة ووجاهتها السياسية والاجتماعية والخيرية والعلمية أيضا. وأسرة النعمة ترجع في نسبها كما ذكرت إلى قبيلة عنزة، نص على ذلك عبد الله بن عبار في كتابه أصدق الدلائل في أنساب بني وائل، ونسبهم أيضا إلى ذلك بعض الوثائق البريطانية بالإضافة إلى الفحص الجيني وما هو موروث عند بعض الأسرة. وقد رأيت بعضهم نسبهم وقال عنهم هم من الدهنوية المضرية، وهذه النسبة مع كونها غلطا وغير متعارف عليها إلى الأسرة، فإن الدهنوي ليس من ولد مضر وإنما هو من ولد ربيعة، فهي باطلة علما وعرفا. وخلال بحثي في الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية وجدت كثيرا من الوثائق التي تدل على وجاهة هذه الأسرة. فأحمد النعمة رحمه الله تعالى مثلا كان وكيلا للسلطان عبد الحميد الثاني في البصرة، وهناك أيضا محمد النعمة الذي حاز وساما من السلطان عبد الحميد الثاني، وهناك أيضا شاكر النعمة الذي كان مسؤولا عن الهلال الأحمر في أبو الخصيب. وأسرة النعمة كانت تعد أغنى أسرة بعد أسرة النقيب، ولها العديد من الأخبار في هذه الوثائق وغيرها بالإضافة إلى مراسلات تجارية وأخبار تجارية مع العديد من الأسر الخليجية. وللأسرة فرع شهير في الكويت وهم أبناء منذر عبد الرحمن النعمة رحمه الله، والذي كان عصاميا بدأ حياته لوحده واستطاع أن يكون ثروة كبيرة في الكويت. ويعد منذر عبد الرحمن النعمة رحمه الله من أول من عمل في المشاتل الزراعية في مكانها القديم بجانب قصر السيف، بالإضافة إلى إشهاره شركة كانت تعنى بذلك وهي شركة الإنماء الزراعية، وكان هو أول من أقدم المشاتل الزراعية إلى الكويت، وله أعمال تجارية أخرى. رزقه الله بابنين عملا كأبيهما همة ونشاطا بالإضافة إلى أعمالهما الخيرية ومساهماتهما الكبيرة، وهما محمد جمال وأحمد النعمة حفظهم الله تعالى، فلهم العديد من الأعمال التجارية والخيرية مع ما كسباه من محبة وثقة الناس في الكويت وفي الخليج عموما. من الأسر التي تحمل لقب النعمة في الخليج أهل قطر، وهم اللعوانات من بني تميم، وهذه الأسرة سكنت قطر قديما، وبرزت منهم شخصيات كثيرة في الجوانب السياسية والاجتماعية والعلمية والخيرية والتجارية أيضا. فمن أشهر رجالات هذه الأسرة حسين بن نعمة رحمه الله، والذي تكلمت عنه الوثائق البريطانية، وقد كان قد استلم الجمرك في أيام الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني رحمه الله، وهي مهنة تعد مهمة جدا، لأن الجمرك في ذلك الوقت يعد المورد الأساسي لدول الخليج، وهو من أوائل من استقدم السيارات إلى قطر في حدود سنة 1917، كما أنه من أوائل من أصدر الجوازات في قطر في ذلك الوقت. من شخصيات هذه الأسرة عميد الصحافة القطرية عبد الله حسين النعمة رحمه الله تعالى، والذي أسس مطابع العروبة، كما أنه أنشأ جريدة العرب أول جريدة في قطر. ومن شخصيات هذه الأسرة أيضا أحمد حسين النعمة رحمه الله، والذي يعد من رجال الأعمال البارزين في قطر في الخمسينات الميلادية، ومنهم أيضا الدبلوماسي القطري ورجل الأعمال إبراهيم أحمد حسين النعمة وفقه الله، والذي له العديد من الإسهامات الوطنية والأعمال التجارية والمساهمات الخيرية التي تنم عن غيرة دينية ومحبة للوطن وأهله. وهناك شخصيات كثيرة من هذه الأسرة يصعب حصرها هنا، وقد تكلمت مسبقا عن هذه الأسرة وتاريخها ومساهماتها الوطنية. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي.
آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويش. آثار للأعمال التاريخية.